السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر على أربعات الأساسيات ديال النجاح في أوريفلام باش يكون عندك سالير، يكون عندك جروب وتكون ناجحة في أوريفلام. ضروري من هاد أربعة ديال الحوايج قبل ما نهضر عليهم. بالنسبة للناس اللي غيتسجلوا أول مرة، كاين واحد لا فيديو غادي تلقاو الرابط ديالو أسفل هاد لا فيديو، شرحت فيه واحد الطريقة استراتيجية، خطة زوينة سهلة كيفاش غادي يكون عندك سالير، يكون عندك جروب في اقرب وقت وبسرعه في اوريفلام. غادي تلقاو داك الرابط اسفل هذا الفيديو، دخلوا تفرجوا فيه وتسجلوا في الاستراتيجيه، وانا كنضمنك انه غادي يكون عندك الجروب وسالير في اوريفلام في اسرع وقت. بالنسبه لاربعه الموضوع ديالنا، اربعه اساسيات ديال النجاح في اوريفلام. دابا كتسجل شي وحده في اوريفلام في اي جروب، كيكون كتسجل الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الرابع، الا كثرت كتدوز 5 شهور كتقول لك راه ما كاين والو في هذا الشيء، راه ما شفت والو، ما شفتش الربح، انا خسرت، انا درت، انا فعلت. ولكن اللي ما شافش هاد الناس اللي لقينا حنا عام هادي وعامين وثلاث سنين وعشر سنين و15 عام و20 عام باقين في اوريفلام، علاش هما زعما ما ربحوا والو؟ زعما هما كيضيعوا في وقتهم؟ زعما هما ما عندهم ما يدار؟ ولكن هاد الناس راهم متبعين واحد ربعه ديال الاستراتيجيات اللي غادي نقولها لكم اليوم، ربما لاول مره غادي تسمعوهم. اول حاجه اللي هي الاستهلاك، ما غاديش نهضر على التسجيل، التسجيل بوحدو راه باينه، تسجلت وعندي الكود ديالي، خديت الكتالوج، غادي نشوف داك الكتالوج فيه لي برودوي ديال التجميل، ديال العنايه بالجسم، بالبشره، بالشعر ديالنا، بالجسم ديالنا كله، وهداك الشيء كنستعملوه عندنا كاملين في دارنا، وكنستعملوه بشكل يومي. كنستعملو باندوج، كنستعملو الشامبوان، كنستعملو ديميلور، صابونه، دونتيفريس، العيال كتستعمل العكر، كتستعمل فوندوتان، كتستعمل القلم ايلينر، لجميع مواد التجميل اللي كنستعملو، وما كاينش اللي ما كيستعملهمش هادو، يعني كيخصونا في دارنا. انا اول ما غناخد الكتالوج غنمشي نقلب في داك الكتالوج، غادي نمشي ناخد باندوج، غادي نمشي ناخد شامبوان، ناخد مثلا عيلة تاخدي فوندو تان، لأن غديري تاخدي ليكخون ديال الشمش، تاخدي الصباغة ديال الظفر، يعني غادي ناخد لي برودوي اللي غادي نستعمل الراسي قبل ما ننصح بهم شي حد آخر. غنصح نديرهم بعدا الراسي، حتى كانو زوينين راه ديالي، كانو خايبين يكونوا غا ديالي، قبل ما نعطيهم لشي حد آخر لا يقول لي لا هادشي راه هادشي راه خايب، راه هادشي راه ما داير والو. ولكن الا ما جربتهمش ومشيت كان بلابلي على شي واحد باش نقنعو بهذا البرودوي، يعني هذاك اللاوعي ديالو في راسو غادي يقول هادي غير جات محفظينها هادشي في شي محاضره ولا شي حاجه، وجات كتعرضوا عليا انا، هادي راه عندها واحد الهدف ديال 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 الربح. ولكن الا جربتيها، مثلا درتي غير انت مثلا كانت فيك لي طاش في وجهك ودرت داك الفوندو تان مثلا ديال جيورداني نقول غادي الاوريفلام، وتلاقيتي مع شي وحده صحاباتك ولا في العائله، حنا عارفين راسنا، حنا عارفين راسنا برقاقه، يعني تزاد عليك غير شي حاجه كنقشعها قبل ما تقوليها، غادي تقول لك اشنو درتي لوجهك، ما بقاوش فيك دوك لي طاش، واش مشاو، اشنو درتي ليهم، شعرك كان ناشف ولا رطب، غتقولها لك بلا ما هي غتسولك بلا ما تقول ليها راه انا دخلت اوريفلام ولا استعملت واحد البرودوي. هنا فين هاد الفيس ديال حب الاستكشاف، ولكن داك حب الاستكشاف والاستطلاع خاصنا حنا ناخذوه بطريقه زوينه. هنا غادي تجي الاساسيه الثانيه، الحاجه الثانيه اللي هي مشاركه المنتوج، ولا انت ملي برقاقه حتى لهاد الدرجه هاجي يقول لك اشنو درت لوجهي، اشنو درت لي نحال صيكون ونعطي هذاك البرودوي داك الفوندو تان، ها هو اجي ندير لك شويه تان، بغيتي شويه ها كيجربي، سيرو قدام المرايه وشنو ديك الريحه اللي درتي انت برقاقه، ها كيشمي اختي هذه الريحه، عرفتي فين خديتها، ها كيفاش خديتها، ها شنو درت لا خديتها، شامبوان ها كيفاش مشيتي للحمام حطي داك شامبوان، ها بلا ما تعرف ما غاديش كاع تعرفك، راح حطي غير حدك، غادوشي بيه وحطي حدك، غاتشم ريحتو، غتنوض شي وحده من القد ديال الحمام غتقول لك فين خديتها اختي داك شامبوان، نقول لها واش مدي ملي برقاقه وكتشمي بزاف، ها كيفاش خديتو، ها فين خديتو، ها شنو غادي ديري تانتي، هنا كتشديها. يعني هنا المرحلة الأساسية الثانية اللي هي مشاركة المنتوج، يعني كتقترحي داك المنتوج اللي استعملتي، كتقترحيه على المحيط ديالك،
على الناس اللي كتعرفي، على اللي سولاتك، على اللي سولاتك كتقولي لها شنو. المهم كتقترحي عليها باش حتى هي كتجريها لعندك باش حتى هي تستعمل المنتوج. وهنا كتجي كيجي الطريقه الاخرى الاساسيه الثالثه اللي هي تكوين الفريق. من هاد الناس كنكونوا الفريق، كنديروا الاستهلاك، كنديروا مشاركه المنتوج، تكوين الفريق. تكوين الفريق، هذه شافت شامبوان، هذه شمات الريحه، هذه شافت الفوندوتان، هذه انا استعملت واحد المجموعه ديال العنايه بالبشره كانوا فيها ليطاش ولا وجهي محروق ولا فيه الحبوب ولا، واستعملته والتحيد ولا الكلف والتحيد، وشافته صاحبتي مثلا ولا خالتي ولا شي وحده معايا في الخدمه ولا، كنقول لها شنو درت شنو درت. هو اجي عوض ما تاخذي الثمن ديال الكتالوج تاندي، خذي تسجلي والشركه راه غادي تجيبوا لك فين ما كنتي، في اي بلاصه في المغرب راه غادي تجيبوا لك الشركه، في اي منطقه غادي تجيبوا لك الشركه فين ما كنتي. هنا هي تكوين الفريق، دخلت هذه ودخلت هذه واقترحت هذه، وهذيك حتى هي شافت استعملت ذاك البرودوي وراتو للناس اخرين، وهذيك حتى هي وراتو للناس اخرين. هنا كلهم كيتسموا الفريق ديالك. ولكن هذا الفريق كيفاش كنديروه؟ غادي نجيو للاساسيه الرابعه اللي هي اكتساب المهارات واكتساب طريقه الالقاء والاقناع. راه كاين اللي كياخد هاد السيلو، هاد القلم عفوا، يقدر واحد غادي يبيعو بعشرين درهم، واخا ديال درهم باش غادي يبيعو بالهضرة. يقدر واحد غادي يدير لي غير درهم وما غاديش يبيعو. وكيفاش هذا كيكتسب المهارات وكيكتسب طريقة ديال الإقناع؟ كيكتسبها ملي كنحضرو المحاضرات، كنسولو، كنقلبو، كنتفرجو، كنبحثو، كنقراو. هنا فين كنكتسبوا المهارات وكنكتسبوا الطريقه ديال الهضره والطريقه ديال الاقناع. لان هاد السيلو راه ما جاش غير وتصنع، علاش دايرين ليه هادي؟ علاش دايرين ليه هاد الدوار؟ علاش ما يديروش ليه الحمر كله؟ الشيطان لهم السباقه ولا ما عندهم ما يدار كيزوقوا فيه؟ ضروري كاينه واحد الحاجه اللي هي علاش دايرين ليها هادي، وعلاش دايرين ليها هادي؟ هادي مثلا صفراء والفوق احمر، علاش ما يخليوش كله صفر؟ يعني ضروري. وكذلك المنتوج ديال اوريفلام عنده واحد الطريقه ديال الصنع ديالو، عنده واحد الطريقه ديال علاش حاطينه في داك البواطه، عنده واحد العدد معين ديال الميلي ديال العبار ديالو. شي وحده باغا تسجل ولا كانت شي شركه اخرى ديجا عندها معلومات وعارفه الطريقه، لان الشركه تقريبا بحال هنا هذه كتحلي معاها. وهنا فين خاصك تستعمل طريقه ديال الاقناع ديالك. كيفاش هاد الطريقة ديال الإقناع؟ أشنو غادي نقول أنا لهاد السيدة ولا هاد الناس اللي كنخدمو معاهم دابا باش نجيبها أنا باش تسجل، ولا وحدة من الناس ديالي اللي يلاه بداو جابو شي وحدة ما قدرتش تقنعها ولا ما عندهاش باش تشرح ليها، كتصيفتها ليا أنا. هنا أنا خاصني نستعمل طريقة ديال الإقناع والطريقة ديال توصيل الفكرة. إلا جيت وبديت وهي كتصنت ليا ولا صيفط ليها اوديو في واتساب ولا في التليفون وهي دايره هكا وناعسه وكتصنت ليا وانا بلا 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 بحال شي كاسيت خدامه محفظيني حتى انا وجي كنعرض عليها، لا. انا هاد السيده نكون متاكد ان ما عمر غادي يكون عندي جروب ديالي وما عمرني غادي ننجح. علاش؟ لاني ما عنديش طريقه ديالي انا، خديت غير الطريقه ديال واحده اخرى ولا ديال واحد اخر، حفظ داكشي وجيت كنعرض عليها. خصني انا نعرف ديك السيده اشنو بغات، علاش بغات اوريفلام، علاش اختارت الشركه اوريفلام بالضبط وما اختارتش شي شركه اكس ولا ايكغيك، واشنا هو الهدف ديالها علاش دخلات. يعني خصني مهارات وخصني نقلب وخصني نبحث على التاريخ ديال اوريفلام، على التاريخ ديال الشركه ديالي، نعرف المنافسين ديالي اشنو عندهم، اشنو كيديروا، اشنو اللي كيميزني انا على اكس ولا على ايكغيك. باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، عندنا استهلاك، عندنا مشاركة المنتوج، عندنا تكوين فريق، وعندنا طريقة الإلقاء. نكون راسي، هادو هما ربعة ديال الحوايج حاولوا تخدموا عليهم. بالنسبة للناس اللي تسجلوا ولا اللي باغيين يتسجلوا أول مرة، هاي النمرة كتبان لكم على الشاشة
تواصلوا معايا سواء بغيتوا تسجلوا سواء بغيتوا المعلومات، مرحبا بكم، مرحبا بأي واحد باغي ينضم للفريق ديالي من أي بلاصة من أي منطقة من أي مدينة من أي فيلاج في المغرب. ها هي النمرة ديالي، تواصلوا معايا إن شاء الله غادي يوصلكم الكوموند ديالكم وتوصلكم بزاف ديال المعلومات، وأنا كنضمن لكم أنه غادي يعجبكم مع الحل معايا في الجروب ديالي. والسلام عليكم.